فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وكذلك قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، مع ما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد. نعم، هذا أيضا دليل على أن اختلاف التضاد أنه مذموم. نعم. قال سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. اختصموا في ربهم يعني اختلفوا بالكفر والإيمان. لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، من الناس من آمن به واتبع الحق، ومنهم من كفر به واتبع الباطل، وهم كفار قريش. ولما جاءت غزوة بدر جاء نفر من رؤساء قريش يطلبون المبارزة، والمبارزة أن يبرز المقاتلان الشجاعان بسيفيهما، يتبارزان ويتضاربان بالسيوف أيهما يغلب الآخر، لتظهر قوة الغالب وقوة جماعته. فجاءوا من عجبهم وكبريائهم يطلبون المبارزة من الصحابة، فقام الأنصار ليبارزوهم، قالوا: إنا لا نقبل إلا من إخواننا، يعني من قريش. فبرز لهم علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم من قريش، فبارزوهم، فقتل علي وحمزة خصميهما، وتبادل عبيدة مع خصمه ضربتان، ورجع سيفه عليه رضي الله عنه فاستشهد رضي الله عنه. ثم إن حمزة وعليا لما فرغ من خصميهما جاء وقتل خصم عبيدة، فقضوا على الكفار، فبذلك ظهرت قوة المسلمين على الكفار وأذلهم الله عز وجل. هذا أول نكبة حصلت على الكفار. ثم ذكر الله ذلك في هذه الآية: هذان خصمان هم المتبارزون، من خصمان من المؤمنين ومن الكفار، اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وأذوقوا عذاب الحريق. هذا في صنف الكفار، وأن هذا مآلهم والعياذ بالله بعد موتهم. وإن الله يدخل الذين آمنوا، هذا الطرف الثاني المؤمنون، يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية. فهذا من اختلاف التضاد، وهو اختلاف الكفر والإيمان.